في عندنا آه الاخ آه آه خالد البلشي بيقول ماكرون نقطتين سجل حقوق الانسان في مصر يعتبر اسوا من عهد مبارك يا خالد يا بلشي الكذب حرام يا خالد آه اللي بيكذب بيروح النار يا خالد عيب عليك يا خالد ما يصحش لان انت بتكذب تاني بقول انت لما بنتكلم على آه التمويل زعلت وكلمنا على مراتك زعلت ورحت عملت قضيه علينا بقول لك يا خالد انت بتكذب لما واحد زيك مرشح لانتخابات نقابه الصحفيين ما هو عضو ولا مرشح انا بكلم كل جموع الصحفيين كل الصحفيين اللي في مصر الشرفاء بقول لهم خالد البلشي كذاب مش بشتمك يا خالد والله انا ما فيش معركه بيني وبينك شخصيا لكن انت لما تقول هو قال كده ما قالش كده ما كان الراجل قدامنا ومتابعين بدقه بقول ماكرون لم يقل هذا انت بتكذب وانت لو مش بتكذب لي تصريح لمكرون بالصوت يعني قاله او مكتوب مدقق واحنا نقوله ونقولك احنا اسفين